شعر يقول يا نواخذ اخذوني معاهم ثم اطرحوا بي على مرسى المحبين. نعود للجنادرية ونستضيف النوخذ علي الذوادي وهو أكبر نوخذة في المنطقة الشرقية، عمره تعدى 85 عام. 85 عام طبعا تختزل ذاكرة طبعا العم علي الكثير من القصص عن حياة الغوص والسفر لأشهر في عرض البحر، إضافة إلى الموالات التي يتغنى بها البحارة في الخليج اليمال. بالإمكان أيضا أن نتعرف أكثر على هذه التجربة. أهلا وسهلا فيك عم علي، وإن شاء الله يعطيك طولة العمر. كيف كانت أول رحلة صيد وأول رحلة شقة، وكم كانت، كم طولت؟ هل فقدت ناس من أصدقائك في تاريخك هذا كله؟ نحكي عن الغوص. أي لازم نتكلم عن الغوص. نعم الغوص. تفضل. الغوص 6 أشهر. أي. يبتدي شهر 1 وبعدين 4 أشهر وبعدين شهر. طيب عم علي، هل يعني أصعب 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 رحلة غوص في حياتك تتذكرها؟ نعم والله، أنا طبعا نأخذها بالغوص. الغوص 6 أشهر، هذا شهر 1 يسمى الخانشية. إيه. شهر 1 و4 شهور هذا يسمى غوص العود. واحد شهر يسمى الرادة. هي كلها 6 أشهر. أي. فالغوص النوخذة يجهز المحمل. ويجهز المحمل عنده بتكون بحاحير. البحاحير بيكون معطيهم سلافية، يعني يسمون سلافية. قبل يدشون الغوص. قبل. أي. بعدين لما يجهز المحمل يحسبون كم نفر، يعني كم غيص وكم سيب. الغيص اللي هو يروح على قاع البحر، والسيب اللي سحب الغيص. طبعا الغوص ايام خانشية برد، طبعا معروفة برد، فما يقدر يغوص غوص ازيد من تبتين. التبتين يعني مرتين. فالغوص الكبير طبعا الجوزين، الغوص 6 تبات، يعني 6 مرات اللي هي 6 تبات. فيحول الغيص والسيب. الغيص السفينة مثل عليها 40 نفر، مثل 20 قيص و20 سيب. فيطلع النخذة من نفس من دارين مثلا رايح الهير، فيجي الهير ويقايس البحر، هل في محار، هل في شيء، ما يطرح إلا على مكان في محار. محار اللي هو في اللولو. نعم. فيقول حق البحاحير، يلا يا بحاحير حولوا. حولوا، جودوا المقالط. المقلط اللي هو مداف. مداف، والمداف في حبل يجوده كذا، والسيب على راسه طبعا. كلهم بيهدون، يروحون القوع يدورون محار. إذا وجد محار كثير اشتغلوا عليه، ما وجد محار كثير قال غير. غير يعني من هير إلى هير، يعني من منطقة لمنطقة. المنطقة. نعم. طيب من منطقة لمنطقة هذا يسمى هير. نعم. طيب عم علي، قبل هيرات. نعم عم علي تسمعني. نعم عم علي، تتذكر المواويل اللي كنتوا تشيلونها وتغنونها وانتوا في البحر اي طبعا اتذكر. طيب. طيب نسمع منها شيء. اتذكر. اي نعم تفضل. هذا اول ما يبتدي اي تبتدي السفينه بتطلع من البلاد رايحه متوجهه على الهير. اي زين متوجه على الهير. يجي ناخذها يقول يلا يا جماعه احنا الان بنخطف بالشراع، بنتوجه لهير الفلاني. مثل وين بنروح؟ بنروح مثل خوره، هير يسمى خوره، هير يسمى ايه بلبهيم، هير يسمى الواسعه، هير يسمى الميانه، يعني عده هيرات. فيصوت النهام يبي يخطف بالشراع، يخطف بالشراع 4 5 6 يتعاونون على الشراع يخطفون عليه. النهام يمول، النهام يمول
إلي يا الله يا الله إلي وصرنا اتكلنا على الله إلي وربي عليك اتكالي إلي يا الله يا الله. الحين وصل الإشراع فوق. إيه. وصل الإشراع فوق. السفينة ماشية تبي منطقة ثانية. وصل ناخذها قال نبي هنا. قال أريا يعني اطرح الإشراع. أريا الإشراع. اطرح الإشراع قال حق الغاصة يلا. حولوا. حولوا. شافوا الهير ضعيف ما في محار. قال فوق. شالوا السن لما شالوا السن قال يلا يا جايين على المجاديف يبيساني من مكان لمكان يعني منطقة لمنطقة بيساني من مكان يا مال يا مال يا مال يا مال يا مال يا مال يا صدرتين يا صدرتين حمله يا صدرتين حمله يا صدرتين حمله قبل السفر جلتين الله اقصونها بالهوى اقصونها بالهوى وبالليل مليوتين يا يبا مليوتين انتي حكمتي بحكمك تملكتين شختي على جملة العشاق على جملة العشاق واهل الهوى يا ايوب خلوا فروضا عليهم خلوا فروضا عليهم والتهوا بالهوى وينك عن الله وينك عن الله هي اللي دالهم بالهوى وذر الهوى من سحر والسحر من شنتين قال نخلع هادي الله هادي الله هادي الله هادي الله هولو 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 هادي الله طرح قط السن حول الغاصة شاف الهير زين يعني في محار ها قال في محار خلطهم يغصون ماذا مثلا الصباح من الساعة 8 يبتدون إلى غاية المغرب إلى جاء المغرب قال إنه خذ هللوا عليهم كل غيص يطلع يسحب السيف يقول لا إله إلا الله لأكملوا كلهم ردوا المجاديف على البرد كذا ردوا المجاديف صلى المغرب حطوا العشاء تعشى سولوا شوي ردوا ورقدوا لين ادى الصباح مع اذان الصف صلوا لما صلوا تقهووا قال لا يا عيال على المجاديف حول الغاصة يغصون الهير زين يعني يجيبوا محار اذا خف المحار قال له ارف يعني لين الحبل شوي قالت ارف حولوا قال جابوا محار قال لي بعد مشوا بعد جابوا لما ذي قال والله خف ما قال لهم فوق قال يلا جروا الإشراع جروا المجاديف بعد صوتوا هو يا مال أو يا مال يا حسين حبلك من الشرباك جاريها من يوم صفنا البحر من يوم شفنا السفن تاهن مجاريها جاتنا العواصف
جاتنا العواصف تقطع في حنين رعود يا رب يا رب يا خالجي الله يا رب يا خالجي تنش السحب برعود تنجي السفينة تنجي السفينة من الشدات راعيها. قال هادي الله هادي الله هادي الله هادي الله ذب السن قطوا السن قطوا السن حولوا الغويص بعد قاموا يجيبون محار يجيبون محار. عموما عم علي اشكرك غيص. نعم اشكرك اشكرك نعم. يعني يا ليت الوقت يكفينا كان طولنا معك احلى واروع نوخذه العم علي.